دعابة العصر يعني جزار العالم يتحدث عن السلام وكحمام السلام. ولا 1% في صدق عندهم بالكلام هذا، ما في صدق خالص، هم اللي هجرونا وهم اللي دمرونا. كذب. هلا نحن تهجيرنا كلياته، نحن ليش هون؟ نحن تهجيرنا كله بسبب الحرب والدمار اللي كانت هي من إيران والنظام. إيران وميليشياتها ارتكبت مجازر كبيرة بحق الشعب السوري من عام 2011، دخلت بقوة لقمع الثورة السورية. هن أساس الحرب بسوريا. أكثر دليل أنه نحن من القصير صار يحطوا طائفيات وحطوا شعارات طائفية. لا، حكيه مو مظبوط، هي إيران سبب كل الحرب اللي صار عنا بسوريا، وهو سبب تشتيتنا كلتنا بالمخيمات، والله لا يسامحه. هذا ما هو صحيح والله، ده هجرونا، وهذا الخميني هجرنا ويدمر حمص، دمر ما في مكان اللي دمره. الحرب والدمار بدول العالم كلها هي من وراء إيران، وهم تدمرونا، هم اللي خلونا نجي نسكن بخيام، هم تدمروا سوريا. هني سبب كل بلا، سبب كل تشرد للعالم هاي اللي هون اللي عايش بها الخيام، هني سبب كل وباء حل علينا. هذا الكلام كله غير صحيح، لأنه إيران سبب الإرهاب في سوريا، وسبب تنزيح الملايين من السوريين والخراب والدمار. حكي مو صحيح، إيران هي دمرتنا وهي خربت بيوتنا. ما لازم يتكلم عن هذا الموضوع، لأنه هو السبب الأول، واللي اشترك مع بشار الأسد في تدمير سوريا، تهجيرنا هو الأساس يعني. أول شيء كلامه غير واقع، تماما غير واقع كلامه، لأنه القوات الإيرانية معبي سوريا وعم تساند النظام وتقاتل الشعب مع النظام. حقيقة هذا تصريح مثير للسخرية، وراعي الإرهاب الأول بسوريا كان الإيرانيين. هذا كلام عالي عن الصحة. أول شيء يشوف الجرائم اللي ارتكبوها بسوريا برعاية المرشد الإيراني. أكيد ما مزبوط هذا الحكي، لأنه هو لولا مساندته لبشار الأسد تهجرت هالعالم من حمص، من الشام، من حلب، من كل المناطق، منطقة إدلب، هو ساندهم بهالشي كله أكيد. والله رأيي لازم نضحك كثير، لأني على أساس الخميني أنه هو رسول السلام بالعالم كذاب. بظن الموضوع متعلق بعالمين، عالم يتناسب مع رؤيتهم وعالم آخر استحق الموت والدمار. تصريح مو صحيح، هني اللي عملوا مجازر بحمص بالقصير، هني اللي شردونا. يعني للوهلة الأولى نحن نستغرب هيك تصريح من دولة مجرمة راية للإجرام كإيران اللي شاركت بالتهجير وقصف المدن السورية وتهجير السوريين. احنا دمرتنا إيران، احنا خربت بيتنا، احنا هجرتنا، احنا قاعدين بخيام تحت المطر وتحت الثلوج. هن الدمار وهن اللي بدمروا العالم وهن اللي خربوا بيوتنا، شردونا بقرى العالم. احنا نازحين بالرقة صارنا شي 4-5 سنين هون، احنا جابنا لهون لو مو ايران بالبكمال والحرب ولا والطائفات الشيعية الايراني سوى مجازر بالقصير بتدمر بريف دمشق، شرد الاطفال، شرد النساء، ونحن موجودين بالتهجير كله من وراء الايراني.